أتوجه بالشكر العميق إلى إخواني رئيس أعضاء لجنة زكاة نابلس المركزية لدورهم الهام في هذا المجال، كما أشكر كافة الجهات العاملة على دعم ورعاية اليتيم في نابلس، كما أقدر عاليا دور إخواني في الهيئة العامة للغرفة لمساهماتهم السخية على مدار العام في دعم ورعاية نشاطات لجنة الزكاة. لقد بلغ عدد الأيتام المدخولين في لجنة زكاة نابلس المركزية ما يزيد عن 3000 يتيم، كما أن اللجنة طلع 78 يتيما داخل مدرسة جيل المستقبل، توفر لهم كامل المستلزماتهم، حيث يبلغ قيمة تكلفة الطالب السنوي ما يقارب 1500 دولار. كما أتقدم بشكر أيضا إلى أهل الخير والإحسان في هذا البلد الطيب وخارجه، ولا جميع المؤسسات الداعمة للجنة زكاة نابلس، كما لا أنسى محافظة نابلس والأخ اللواء جبريل البكري وطاقم المحافظة والإخوة رئيس بلدية نابلس الأستاذ غسان شقعة وأعضاء بلدية نابلس، وكذلك رئيس وأعضاء ملتقى رجال الأعمال في نابلس ومديرية أوقاف نابلس الذين لم يتوانوا أي لحظة بتوفيرهم بوقوفهم إلى جانبنا. والشكر موصول أيضا إلى مدير عام صندوق الزكاة الأخ جمال قاسم على جهوده الطيبة المبذولة دائما في خدمة لجان الزكاة وبالأخص لجنة زكاة نابلس. إخواني، يعني سبب اختيار هذه المؤسسة الرائدة العملاقة مؤسسة غرفة تجارة وصناعة نابلس أن هذه المؤسسة هي عصب المدينة، فيها نخبة من التجار الأفاضل وامتدادها كبير في المجتمع المحلي، وهي تحاول رفع المعاناة عن المواطنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. لجنة زكاة نابلس المركزية إخواننا بحمد الله 400 كما تفضل الحاج أبو الروح تكفل أكثر من 3000 يتيم، وهي تسعى اليوم لإيجاد كفالات لما يقارب 357 يتيما بحمد الله رب العالمين. مع نهاية السنة الفائتة العام الفائت 2013 كان مجموع الكفالات وصرفيات الأيتام مع نهاية السنة الفائتة ل 3000 يتيم 678,550 دينار أردني. وللعلم إخواننا، تم صرفيتين للأيتام مع بداية السنة الأولى اللي سميناه الربع الأول من السنة الحالية 2014 بمبلغ 274,069 دينار أردني. إحنا اليوم إخواننا في هذا المؤتمر الصحفي نتحدث عن فعاليات أسبوع اليتيم الفلسطيني، وأذكر على عجالة هذه الفعاليات. من ضمن الفعاليات إخواننا توزيع استمارة، هذه هي الاستمارة، توزيع استمارة كفالة يتيم سوف توزع على أصحاب المحلات والمتاجر، أيضا سوف توزع غدا بإذن الله عز وجل على البيوت على المنازل، لنستطيع من خلالها التواصل مع أهل الخير في تعبئة استمارة طلب كفالة يتيم. في هذه الاستمارة موجود معلومات شخصية عن الكافل، اسمه، المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى رقم الجوال والعنوان إلى غير ذلك. نحن اليوم نعيش فيما يسمى بيوم اليتيم الفلسطيني، عندنا فعاليات لهذا اليوم اليتيم الفلسطيني، وعندنا حملة، والحملة كانت بعنوان شاركنا في مسح دمعة يتيم. كان انطلاق الفعاليات والحملة من غرفة تجارة وصناعة نابلس، هذه المؤسسة عصب الحياة، هذه المؤسسة الرائدة العملاقة، التي بإذن الله عز وجل من خلال هذه المؤسسة إن شاء الله راح نستطيع أن نغطي كفالات لما تبقى من أيتام غير مكفولين. عندنا في لجنة زكاة نابلس 3000 يتيم مكفولين، وعندنا ما يقارب 357 يتيم بحاجة إلى كفالات. كان الهدف أنه ننطلق من غرفة تجارة وصناعة نابلس لنستطيع من خلال تجار هذه المدينة المعطاءة
الطيبة الطيب أهلها أن ننطلق من هذه المؤسسة العملاقة لتغطية ما تبقى من أيتام مسجلين لدى لجنة زكاة نابلس المركزية. ورح يكون عندنا فعاليات إن شاء الله ابتداء من اليوم وانتهاء بالأسبوع القادم. من ضمن الفعاليات رح يكون هناك احتفال في مدرسة جيل مستقبل للأيتام. من ضمن الفعاليات رح يكون هناك أيضا محطات ترفيهية بتبرع من أهل الخير ترفيهية رح يقدموا وجبات طعام لليتيم. راح يكون هناك حفل ترفيهي إلى غير ذلك. راح يكون هناك أيضا توزيع طلب أو استمارة طلب كفالة يتيم على المنازل وعلى المحلات التجارية. نستطيع من خلال هذه الاستمارة إن شاء الله رب العالمين تغطية كما ذكرت ما تبقى من أيتام غير مكفولين. هناك أيضا فعاليات كثيرة خلال الأسبوع القادم من ضمنها زيارة بعض أسر الأيتام، زيارة بعض المؤسسات لشرح فكرتنا وحملتنا لتغطية هؤلاء الأيتام. نسأل الله أنه نوفق والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.